إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا جماعة زي الآية الذكرة دي وربنا ذكرها في القرآن دي بتجمع بين المسلمين وبتخلوا بيناتنا الوحدة والإلفة والمحبة، لأن ربنا وقد ذكر الآية في نهاية الآية ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى كما جاء عند المفسرين هي التوحيد، هو توحيد الله عز وجل. والذول لا يمكن يكون مسلم ويكون يكون تغي ويكون ما موحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء في أقوام كان عندهم واقعين في كبائر وفي معاصي، فيهم من واقع في الخمر في الزنا في غيره من المعاصي والكبائر، فما قال لهم خلوا المعاصي دي، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وده أحسن قدوة يا جماعة نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا إله إلا الله في كثير من المسلمين ما عارفينها، بيقولوها لكن ما عارفينها. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأنه يا جماعة كده بتكون ضبطتها. لما تقول لا معبود بحق إلا الله معناها المعبود هو الحق هو منه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه في معبودات عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، عبدت لكن بالحق ولا بالباطل؟ بالباطل بالباطل، لأنه ربنا قال أنا المدعو بالحق. والمعبودات كثيرة الناس عبدوها من دون الله لكن بالباطل، في ناس عبدوا الملائكة، في ناس عبدوا الرسل، عبدوا الأنبياء، عبدوا الشجر، عبدوا القمر، عبدوا الصالحين، عبدوا الحجر، عبدوا الفار، عبدوا الجقر، عبدوا البقر، دي كلها معبودات باطل. والمعبودات دي أهل الشرك كلهم متساوين في الموضوع ده، أنت لو عبدت داك عبد صالح، وده عبد شجرة، وده عبد فار، وده بوذي، في النهاية الموضوع واحد، ملة الشرك ملة واحدة، عشان كده ربنا قال وقاتلوهم جميعا، جميعا يعني ما تفرز، ده تقول ده بيعبد نبي وده بيعبد شرفار كلهم. وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق والملائكة درجة عالية والرسل، لكن مع ذلك إن كون عبدت من دون الله المعبود ده واحد، ربنا قال قاتلوهم جميعا ما يفرز بيناتهم. فالرسول لما قاتلهم جميعا عليه الصلاة والسلام لقى من لقى يعني يعبد الصالحين وغيره قاتلهم جميعا، عشان شنو؟ يعبد الله سبحانه وتعالى وهنو وحده، وتكون كلمة الله هي العليا. فلما قاتلهم جميعا أقاموا له العداء ونصبوا له العداء وضربوه ونبذوه حتى بالألغاب الكريهة والبذية عليه الصلاة والسلام. فيهم من قال له ساحر وقال له مجنون وقال له كما أنتم تعلمون في القرآن. هل الرسول بهذه الصفات؟ ليس بهذه الصفات عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه دعاهم للتوحيد ويخلوا هذه الآلهة التي عبدت من دون الله طوالي، بل وصل الأمر إلى أن مرقوه من مكة عليه الصلاة والسلام، طردوه عديل يعني جربوا معه كل السبل وكل الأحوال، لما لقوه واقف على الدعوة صلب مرقوه عديل خرجوه. وقال يعني لو لا أهلك أخرجوني ما خرج، قال أنت أحب البغاء إلى الله وأحب البغاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو ما خرجوه من هذه البلد ما كان خرج يا جماعة، وطردوه. فدي كلها مصائب. فحتى خديجة رضي الله تعالى عنها لما ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورق ابن نوفل قال له شنو؟ عشان تعرف العداء، أنت كمسلم تعرف العداء كان في شنو؟ العداء ما كان في
حق الوالد ولا حق الجار ولا مكارم الأخلاق. العرب ما كان عندهم مشكلة في المكان في الكلام ده، العداء كان في الدعوة إلى التوحيد. قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي في الله، إلا عودي في الله. قال لا أي ذول أي بدربك ده جيت به وأنت ده يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا عودي في الله. فأنت تفهم أي ذول ما جاب الموضوع ده داعية غيره، عالم غيره، ما تكلم في الموضوع ده وركز عليه، مش هتكلم فيه بعد شهرين وبعد 15 يوم، ركز يكون ده شغله. الدعوة للتوحيد عارف انه ذول مستهبل وذول ما داير الخير للناس ابدا. فالعدا قال له ما جاء احد بمثل ما جيت به الا عودي في الله. وربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، من المجرمين. فالعدا دائما يا جماعه به في الدعوه الى التوحيد، والانبياء كلهم فيهم من قتله عديل عليهم الصلاه والسلام. ربنا قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، تقتلون ضربون عليه الصلاه والسلام، وفيهم من قتلوه زي ما بينت لك، وفيهم من ضربوه حتى النبي عليه الصلاه والسلام شج جبينه وكثرت رباعيته عليه الصلاه والسلام، كثروا سنه عليه الصلاه والسلام. ده سيد البشر لو معناه الدعوه دي بالاخلاق، ده اعظم الناس اخلاقا عليه الصلاه والسلام. بعد ده ضربوه ودائر الخير للناس ورحيم بالامه، رحيم بالامه عليه الصلاه والسلام. بعد ده اذوه، هو اتاذى من الناس ومن اقرب الناس اليه، من اقرب الناس اليه اتاذى عليه الصلاه والسلام. فانت كمسلم تعرف انه العداء قائم في الموضوع ده. حتى الرجل الصالح يا جماعه لما وطوه بفرعون وطوه ومرقت معاه من دبره كان في الموضوع ده. ربنا قال وجاء من اقصى المدينه رجل يدعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يزالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نام أذو وفي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ودي المفروض تكون صفات الداعية، وإن أذوه يصبر ويتحمل ويتحمل الأذى كما تحمل الصالحين الأنبياء وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الداعية يتحمل، لأن ربما أنت تمرك في الدعوة دي يضربوك ويآذوك. بيضربوك ليه؟ لأن الموضوع ده حار، النفوس ما بتتقبله إلا ما رحم ربي، كما ذكر سبحانه وتعالى في القرآن ربنا قال الناس ما بيتقبلوا الحق ده. الحق ده يا جماعة ما حاجة سهلة، الحق ده اللي بيتقبله قليل لأنه حار وثقيل. ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، كارهون ما قال الأكثرية. فأكثر الناس في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا، في العالم كله ما دارين الحق إلا القليل، إلا القليل. ربنا قال، وربنا قال الأكثرية واقعين في الشرك، واقعين في الشرك، في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هذه العباد ربنا قال الأكثرية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مشركون. ربنا قال الأكثرية واقعين في الشرك. عشان كده يا جماعة
ربنا حذر حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أنبياء ما أعمالنا الصالحات، وذل خيرة البشر، وذل الصفوة، ربنا اصطفاهم للرسالات. مع ذلك لو وقعوا ربنا قال في الشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذل أنبياء يا جماعة، أنبياء ربنا ما خلاهم في القرآن، والأنبياء لا يمكن يقعون في الشرك. الخطاب للأمة، وربنا بر حذر النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا جماعة، إذا كان ده سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ربنا حذره من الشرك، والخطاب للأمة، فكيف الموضوع ده يكون؟ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر حتى الصحابة من الشرك. يا جماعة، صحابة ما فيهم مشرك واحد قاعدين، الرسول كان يحذرهم من الشرك، كان يحذرهم من الشرك. قال أبلا، قال شنو يعني يحذرهم من الشرك؟ قالوا الإشراك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله. ما قالوا له نحن مسلمين ويا رسول الله نحن ما قاعد نشرك، ما قالوا له كده، لأنه وكان يحذر معاه ويوريه برضه بأعظم حاجة، يردي وراه في الدابة يقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قالوا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا جماعة، ده حق الله علينا وعلي كل مسلم. يا جماعة، ده حق الله عليه، لأن ربنا خلقنا للموضوع ده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت حرام تقع في الإشراك بالله، لأنه يا جماعة الشرك، وناس كثير من دعاء الإشراك، والدعاء كثير، في ناس من يدعون الأموات والأحجار والأشجار، وفي ناس من يدعون الجباب، ولو هنا في البلد ما شايف في جباب، لكن مع ذلك لا بد التحذير. يا جماعة، لا بد التحذير، زي ما الرسول كان بيحذر الصحابة من الشرك، كان بيحذرهم، ومات عليه الصلاة والسلام، إلى أن مات كان يحذر من الجباب والأضرحة، مع أن الصحابة ما قالوا أهل الجباب وأضرحة، كان بيحذر ويحذر الأمة جميعا، يحذرهم. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مساجد السيدة عائشة قالت يحذر مما صنعوا، يحذر منه؟ يحذر أمته صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقعوا في الموضوع ده. والليلة كثير حصل الكلام ده في الأمة، تلقى مساجد فيها جباب وأضرحة، عندنا كثير هناك حلة كاملة تلقاها جباب وأضرحة، قبب مرفوعة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، قبة عندها 6 شبابيك وباب ومروحة ومكيف، قبة دول ميت. حتى في الخرطوم الناس اللي بيقولوا هناك واحدين متعلمين، ما أنا الخرطوم كله نحن قلنا، لكن هناك ذات موجود جباب تعبد من الله سبحانه وتعالى، إننا قبة زي محمد النيل، ناس يوم الجمعة عربات بيمشن هناك، مش دفارات ولا قوارع، عربات فارية بتمشي هناك، ناس يمشوا يخشوا الجباب، يخشوا حمد النيل، واحدين هذول حمد النيل الجنة والذرية، بل يمكن يكون فيه ناس دكاترة ومهندسين. معناه الإشراك بالله ده مش إلا تكون عتالي ولا تكون بتاع بوفي، لا، ممكن تكون دكتور وتكون مهندس، وده ما حرام، وتكون برضو ضح بعد أنت مشرك. معناه زي ما بقول المثل السوداني، القلم شنو؟ ما بزي البلم. وناس كثير يقولك العلم المقصود هنا علم الكتاب والسنة، كونه تتعلم تكون دكتور ولا مهندس ما حرام،
زيادة الخير خيرين، لكن تكون دكتور وتكون مهندس وتكون مرف وتكون جاهل بالدين، انت جاهل، انت جاهل. كيف انت تكون دكتور وتقول الشيخ، او تكون مرف تقول الشيخ بيطلع من قبره يقضي حوائج الناس ويرجع راجع؟ كيف انت دكتور عندك 17 شهادة نامن جيبك ذاته غالبا يشيل 17 شهادة بطاقات، ما اعرف شنو كبير الجراحي، كبير شنو، كبير الغدد، كبير ايه، كبير ايه، ما في حاجة، تلقى مشرك. كيف تقول الشيخ بيطلع من قبره يقضي حوائج الناس ويرجع راجع؟ جابوه في التلفزيون، في التلفزيون، ده كان مدير جامعة، مدير الجامعة، جامعة أم درمان الإسلامية يا جماعة، مدير، مدير. قال الولي عندنا في السودان من الصوفية وغيره، قال يعني يطلع من القبر يقطع حوائج الناس ويرجع راجع. يعني تتكلم مع زوجتك ومع ولدك وتتونس معاهم ومع أصحابك وناس الحلة ناس الفريق، وقال تاني ترجع راجع. يا زول الزول في الحراسة يا ما بعمل كم، في الحراسة قفلوه، لو ما جاك ضامن وما عارف ضامن يكون موثوق والبطاقة ما منتهية، ما بيمرقوا من الحراسة دي، ما بيمرقوا. فكيف انت ميت مرة واحدة؟ اللهم إن كان محسنا زد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. كيف تطلع؟ ولو طلعت فردا وجدلا وانت ما بتطلع، الناس يقبلوك يا جماعة؟ النفوذ بترضاك؟ ما بترضاك. لا يمكن، لا يمكن. انا ها دي زوجة، زوجة دفنوه قبل 17 سنة، لا يمكن يجيها بالليل 2 صباحا يقول لها انا يا بخيت اجيت راجع. حتنتظروا؟ ما بتنتظروا. حتلم الحلة وتكورك وبشنبي بكورك وبدقن بكورك والناس دي كلها بتكورك، لأنه لا يمكن. والكلام ده أصلا ما بيحصل. وهو ذول يا جماعة يقوم من الأرض دي، هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أول من ينشق عنه الغبر أو التراب أو الغبر، عليه الصلاة والسلام ده أول ذول بينشق عنه الغبر يوم القيامة. كيف الناس يقوموا قبله؟ فده كله من الإشراك، من الإشراك بالله. تعلق الحجبات، ناس كثير بيعلقوا الحجبات. الرسول قال من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فده كله شرك وده كله حرام، كذب. هذا الحجبات، في ناس تلقى عندهم حجاب من الرزق، حجاب رزق وحجاب عين وحجاب بندقية وحجاب الطلقة وحجاب السكين وحجاب العقرب وحجاب شنو، حجابات كثيرة، ودي كلها ما بتغني عنك من الله شيء. الحجابات دي يا جماعة لو بيجوز، لو بيجوز أكان كتب النبي عليه الصلاة والسلام. صحابة دي وقعوا في معارك وكان في موت ثقيل، موت جديد، ده خيرة البشر بعد الأنبياء ماتوا. رضوان كان يقول لي أبو بكر يعلق، يا عمر هاك علق، ويعلق ذاته عليه الصلاة والسلام. ده لو بيجوز، ولو من القرآن ذات، من القرآن ذاته لو بيجوز كان علق النبي عليه الصلاة والسلام. فما بارك الحجبات الحس دي، دي أصلا ما بيجوز. ودي الشرك ذات تلقاها فوقها طلاسم وأسامي شياطين وناي ومكتوب دم الحيط، حجابات كثيرة. أو تلقاها فيها بعرة بتاعت حمار أو بعرة بتاعت كديزة أو بعرة بتاعت غرماية، تقول له ما صح وده ما بحجبك. يعني تلقى واحد معلق نعال، نعال معلقة في العربية، باص سياحي معلق فيه، باص جميل سياحي معلق فيه نعال، يعني معتقد انه قدي ده من العين، او معلق مكنسه بيكنسوا بها دي، خدتها ورا في العربيه وقدي بتكنس برضه، يعني بشيل العارض والعوارض وكده. دي عقائد فاسده يا جماعه، ربنا يتكرك على الموضوع ده، انت بتهلك، بتهلك. ربنا حفظي ها، يعني نفسي مؤمنه، انت لو حفظت الله سبحانه وتعالى يحفظك، كما بين النبي عليه الصلاه والسلام قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك،
إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعد ذلك وراه وقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها الإنس والصالحين والطالحين على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك، ويجتمعوا دان الصالحين والطالحين والكويسين والكعبين كلهم الإنس والجن على يضروك بشيء لا يضروك إلا شيء كتبه الله لك، رفعت الأغلام وجفت الصحف. دي عقيدة أنت لابد كمسلم كذي تخدها، إنه شيء ما في شيء بيحصل لك وما في قول حق بيقرب لك أجل، ولا في شيء منك رزق ربنا جابه لك يا جماعة. كثير من الناس حتى يعني دعاة خافوا من قول الحق مفتكرين إنه بيشيل الرزق ده أو بيقرب لهم أجل، ما هو واحد من الاثنين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك لا بقرب لك أجل ولا بشيل منك رزق ربنا جايبه لك، معناه أنت خايف من شنو؟ ما الناس أصلا خايفين من الحاجتين ديل، الموت وشنو؟ والرزق. ديل الحق ده لا بجيب لك رزق، والموت الخايف منه ده أصلا كان موت كان خفت ولا خفت بتموت ولا ما بتموت؟ بتموت. ده أصلا كان خوفته وكان دفعت قروش وكان دفعت دولارات، في النهاية ربنا بيهلكك بيهلكك، بتموت بتموت بيموت جميعا. هم ماتوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ربنا لو بيخلي كان يخلي النبي عليه الصلاة والسلام. فما في نفس على الأرض كذي أو في الدنيا دي ليها الحياة الخالدة أبدا. الحي الغيوم هو الله سبحانه وتعالى، فدي ما في. فقلت عمل لك حجاب عشان الموت او حجاب عشان الرزق او حجاب عشان كده، ده ما في. تلقوا عشان له درداقة عشان رزق درداقة مركب لي حجاب، وتلقوا عامل له شغال مونة مركب حجاب. مونة مونة يا جماعة درارة صحن درارة صحن مونة داير له حجاب. فهذا كله من الاشراك، وفي ناس بيعملوا لانه الدجالين ديل ودي السحره. سحره يا جماعه، السحر ده حرام، سحروا النبي عليه الصلاه والسلام. انت يعني المفروض تقرا شنو؟ المعوذات، تقرا القران كله ها، وتقرا السوره السوره اللي نزل يعني فيها السحر ده تقرا. لكن كونه تشرك بالله تعوذ اولادك ها بالمعوذات وتقرأوا القرآن، ده شيء وارد. الرسول قال يعوذ الحسن والحسين، كان يقرأوا القرآن. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق تقرأ لهم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس تقرأ لهم القرآن. لكن كونه تعمل له هناي، ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ده السحر، السحر حرام يا جماعة. كثير ناس سحر دجالين يفرق بين بين الزوج والزوجة، بين الزوج وزوجته يعمل لهم السحر ده، لأنه في النهاية الشيء ده ما بقى إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، معناه الشيء اللي بقى ذاته ربنا مغدره وجعله يكون، وإلا ما بيحصل. فانت ما تخاف وتمشي على الدجالين وتكتب المحايات وتودي عن زوجتك، كثير من الناس يودي حتى زوجته ومعياله يوديها للشيخ وللدجال وللكاهن. عشان شنو؟ عشان في النهايه داير جنى ها، داير جنى، والجنى ما بيجي الا الزوج ده بواسطه الزوج ده اي نفس بشريه. لكن كونه توديها للشيخ ده يا جماعة حرام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فكثير من المسلمين بيودي حتى يعني نساء يودي مرضه للشيخ، يا جماعة ده حرام. قال ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وربنا قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فده ما من الشهامة ولا من المروة ولا من الرجالة
كونه يكون رجل يا جماعة يودي وليته، ها وليته يوديها لرجل، لرجل ورجل ساحر ورجل دجال، ولو كان رجل صالح المفروض تخليها معه، فما بالك يكون رجل عصب مجرم. مجرم كثير من الدجالين تلقى واحد جنى النساء جنى مرزون، والكلام ده بيجيبوه في يعني في الاذاعات وبيجيبوه حتى في الجرايد مكتوب، وده من الاجرام يا جماعه، ده من الاجرام يعني الاشراك بالله بيوقع الناس في مشاكل كثيره جدا، والامه بتتفرج يا جماعه، الامه بتتفرج بسبب الاشراك وسبب الباطل الكثير ينتشر، الامه ما بتتفرج يكون فيها طرق، والطرق دي كلها يا جماعه ما من الدين. الطرق اليوم في السودان وخارج السودان، الطرق الصوفيه دي كلها بشتى انواعها، دي ما من الدين. طريقه المرغنيه، الشاذليه، الختميه، ما عرف ناس وين، ده كله دي ما من الدين. ما من الدين. ده كل الطرق دي ما من الدين. والاحزاب ربنا قال في الدين ما تعملوا طرق ولا تعملوا احزاب ولا جماعات، ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ربنا قال دي صفات المشركين، التفرق في الامه، وربنا قال على المسلمين والمؤمنين يجتمعوا، ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دي صفات اهل الاسلام، دي صفات اهل الاسلام. اما من صفات المشركين التفرق، التفرق، وبتنشر الباطل بقوه كثير، لانه الطرق دي كلها بدون استثناء الطرق الصوفيه، اعني الطرق الصوفيه بتدعو للشرك، بتدعو للشرك، حتى الشرك ما دعا اليه ابو لهب وابو جهل. يقول يعني يجيبوا لك في التلفزيون يا جماعه، ده كفر زي ده في التلفزيون، يقول لك يدي الكباشي ان قال لي الشيء كن فيكون. في التلفزيون يقول لك يدي الكباشي ان قال لي الشيء كن فيكون. اللي بيقول لي الشيء كن فيكون ده منو يا جماعه؟ ده رب العالمين. وزي ما قال الشيخ البرعي قال عن الكباش، قال كباشي كم أدى ولد كم حل عقد. هذا يا جماعه المشركين الاوائل ما قالوا. واحد ثاني يقول لك يا ود بدر من الفقر ويا ود حسونه من المدفونه، ناد بناد وغني ود حسونه من المدفونه. واحد يقول لك عايم فوق نادي اهل الذوق، عاين تعد نادي مزج، عاين صعيد نادي عوض الضيق عوض الجيد، ده كله من الاشراك. بل المشركين الاوائل يا جماعه اكان ساعه الجد والكرب بدار الله سبحانه وتعالى، ساعه السفن تتضادم مع الامواج والبحار، ربنا قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ده المشركين يا جماعة، مشركين بيزعلوا الله ساعة الجد وساعة الكربة، بيزعلوا الله إنه ربنا يمرقهم من هذه الكربة، ما بيزعلوا اللات ولا العزة ولا منات، بيزعلوا الله سبحانه وتعالى. ده المشركين. إذا كان اليوم في ناس مسلمين ساعة الكرب بيزعلوا غير الله، وده البرع قال له كده، مش قال لنا ده السودان عامة، قال إذا ناب خطب في البلاد نذير فقول يا ولي الله إسماعيل، إسماعيل ده تقريبا في الأبيض بيي، فقول يا ولي الله إسماعيل، قال إذا جات مصيبة في البلد ما تنادي الله، قول يا إسماعيل، قول يا إسماعيل. والمشركين الأوائل كانوا بيقولوا يا الله وبشدة وبإخلاص. انت كيف كمسلم تقول يا اسماعيل؟ اسماعيل وينه؟ اسماعيل قبل فتره كذي قبته وقعت عليه، قبته ما رفع، يرفعك انت قبته ما رفع.
والغفير بتاعه تقريبا ولا غفير واحد تاني ضبحوه عديل ضبحوه. اذا قال الشيخ ما قادر ده الحوار جنبه ضبحوه. يقول بدر انا غفير مخزن بتاع بطله يقول بدر انا غفير الشيخ ده ما معروف ولا ما دي غفير وطبله والغفير ذاته بعد ده قاعد برا والطبله ده في ياخذ مشاكل كبيره ودول ميت وفي ناس احياء ما لاقين ناس يعرضون ناس احياء دي دول مات دول مات والناس دي كلهم الاكتريا يعني الطواغيت الكبار الشيوخ ديل دعوا الناس والله للشركه يا جماعه وديل اللي انتهوا من الامه دي وجابوا المعيشه الضنكه والله ها والله يا جماعه ونحن نحس ان الغرة دي كده برا فيها خير دارين الخير الناس والخير يا جماعه يا مسلمين ما بيجي من التوحيد دارين نعمه الامن والخيرات ترقد الناس يوحد الله سبحانه وتعالى والله البركات تنزل عليكم من فوق ومن تحت. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات ما بركه واحده من السماء والارض. الخير يا جماعه بيجي بالتوحيد والمعيشه الضنكه بتجي بالاشراك بالله وبالمعاصي الكبيره دي المعيشه الضنكه لان ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ضنك. حتى لو عندك المليارات من القروش وعندك الذهب وعندك وعندك انت بتكون معيشتك ضنكه 200 لما تكون معرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واول الاعراض انك تعرض عن توحيد الله عز وجل ما تدوره ما تدور التوحيد لانه ربنا قال في ناس ما دارين التوحيد ده بيكفروا عديل. ربنا قال ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم. ربنا قال في ناس بيكفروا لما تقول لهم بس الله الله تدعو الله بس قال ما داير وبيزعل وبكورك وبيعمل مشاكل. ليه؟ لانه قلت له ازعل الله براه بيفرح 200 لا من تقول له الله وحاج عبد الله الله والشيخ البرعي قال بيضحك. في ناس زيدان في ناس زيدان لا من تقول له امسك في الله الواحد بعد ده يزعل والشاكل ويضاربك. يا دول لي مشكله قديمه الناس شاغلوا فيها الانبياء. لا يمكن انت كمسلم كده تخليه عشان بيشغلوك ده خير ثقيل ما تخليه. تقولوا للامه المسلمه ونصيحة يا جماعة وأنا أختم بها دارين الحال تصلح أنت تبدأ من أهل بيتك يا جماعة تبدأ من أهل بيتك لزوجتك لمرضك لولدك. إن شاء الله في صينية قاعدين في صينية بتشرب في شاي الصباح تذكرهم بالتوحيد والله الخير ينزل على بيتك والله. ولو استطعت برا بشيل بتعرفه قلت في مكان دكانك في عربيتك في كارتك في الزراعه في محل انت قاعد دعيت الناس ولو معاك نفر والله والله الخير بيجيك. ودي دعوه النبي عليه الصلاه والسلام يكون غدوتك النبي عليه الصلاه والسلام. وربنا بعزك ربنا بعزك بالدين ده لا بعزك بقبيلتك لا بقروشك لا بجاهك والله بعزك بالدين ده. ربنا رفع بهذا الدين اقوام او بهذا الكتاب أقوام وضع آخرين. ربنا رفع به بلال يا جماعة رضي الله تعالى عنه ونزل تحت تحت أبو جهل وأبو لهب نزلوا تحت وذيل أشراف أشراف. ليه؟ لأنه ما مشوا بالدين ما مشوا بالدين. فأنت كمسلم كده تدعو أهلك والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا من جاء عند الموت. يعقوب عليه السلام بيقول لاولاده ما تعبدون من بعدي ده نبي عليه الصلاه والسلام. فانت تدعو دار الخير يجيك في الدنيا وفي الاخره تدعو طوالي اولادك انت وزوجتك جيرانك تمشي عليهم بدل تحدثهم في القصص وفي الكلام الثاني وعننا كذي وقبائلنا كذي ولا لا ده كله ما بيفيد في شيء. تبين له التوحيد ربنا بيرفعك والله يرفعك في الدنيا دي قبل الآخرة ويجعل لك مكانة عظيمة بيرفعك. وقبل تكون مكانتك عند الله عظيمة ده شو تأدي بين الناس؟ الناس ما عندهم حاجة
والناس فقراء لله جميعا، الناس ما عندهم حاجة. فالناس يا جماعة دول لو عايل للناس ما بقول الحق، الناس دول ما قبلوا الحق ده وما قبلوا الخير ده من النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا ما بيقبلوا. وهي تقول كلام تقوله أكيد الناس إنه ما حيرفضوا منك، ما حيقبلوا منك، حيرفضوا منك، هم رفضوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت شنو تقول الحق ده؟ تقول الحق وتخليه وتمشي. يوم الزول النبي يهتدي ها وبيدربه يهتدي داك وداك وداك، والأمة أول غرية على سبيل المثال بتنصلح يا جماعة، وينصلح حال المسلمين جميعا بأن الناس يقدموا الدين ويقدموا الحق. رضوان قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وربنا يا جماعة مدح هذه الأمة، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويا جماعة عاقبة الشرك، وأنا أختم لك، عاقبة الشرك يا جماعة بخلدك في نار جهنم، تعليق الحيبات والمشي للقبور وتدعو الصالحين أو الطالحين، دع خاتمته بوديك جهنم لو مت عليه وما تبت. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الزول اللي بيموت على الشرك، قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. دي عاقبتي يا زول بيزعل من دون الله سبحانه وتعالى، عاقبته الخلود في نار جهنم، الخلود الأبدي السرمدي بيكون في النار يا جماعة، بيكون في النار. والذول ما معروف يموت بدين يا جماعة، يموت بدين ما معروف، تموت بعد 20 سنة، تموت عمرك 40 سنة، 60 107 ما معروف. فانت خليك جاهز، لأن الموت ده لو جاك رجع تاني ما في. وأول ما تكون جاهز تكون جاهز بالتوحيد، تكون جاهز بالتوحيد. وأصلا لو ما تكلمت في دعوة الله ما تكون عدو فيها. كثير ناس بيكون عدو في الدعوة دي، اللي بيكون عدو فيها للدعوة دي بيكون عدو لله يا جماعة، وبيكون عدو للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كلموا الناس بنوه وريونا الخير وانهوهم عن الشر. ده النبي عليه الصلاة والسلام، وده الله، ربنا قال كده في الآية. فدي الخيرية يا جماعة، والكلام على التوحيد، وانت تكون واحد لو مت على التوحيد. وإن عندك معاصي يا جماعة، ربنا قال لك في الحديث القدسي، ربنا قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك. يا ابن آدم لو آتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لغيتني لا تشرك بي شيئا. ده الذل ها، الذل اللي بيموت على التوحيد لا بيشرك بالله. ربنا قال لك يعني غفرت لك ذنوبك ولو كانت مثل الأرض ثم لغيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. ربنا بيغفر لك وإن عندك معاصي، لكن مت على التوحيد ربنا انت تحت المشيئة، ربنا ان شاء غفر لك ابتداء كذي، وان شاء عذبك اخذت نصيبك في النار وادخلك وين؟ الجنة سبحانه وتعالى برحمته وبعفوه سبحانه وتعالى. فنسأل الله ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.